5335 حالة طلاق سجلت في المحاكم الشرعية الأردنية للعام 2017، حيث أظهرت الإحصائيات أن 85% منها للفئة العمرية ما بين 20 إلى 40 عاماً، في حين أن الفئة العمرية تحت 18 عاماً سجلت 4 حالات فقط من مجموع حالات الطلاق. الصبية بتتطبع هي والعائلة تبعتها، بتعرف عاداتهم تقاليدهم وبتصير جزء منهم وهم بيصيروا جزء منها، فعشان هيك بيكون النسبة أقل. ومش معنى أنه هذه الست أو الصبية رح تتطلق في سن 20، لا، حتى انه يعني الاحصائيات شو عم بتقول انه في اقل نسبه للطلاق هم النساء القاصرات، لانه من الاسباب انه هي بتتطبع مع العيله. لكن هاي ثقافه مجتمعيه للزواج المبكر، احنا ما بنقدر انه احنا يعني نغفل اهميه الثقافه في يعني زواج القاصرات او الدعوه الى زواج القاصرات. أسباب اجتماعية تقف وراء ارتفاع أعداد الطلاق للفئات العمرية التي تزيد عن 20 عاماً وتقل عن 40، حيث بلغ عدد الحالات 4533 من أصل 5335 حالة طلاق، الأمر الذي شكل ظاهرة بالنسبة لخبراء علم الاجتماع والذين يعزونه لأسباب تتعلق بالتعليم وزيادة الوعي لدى الفتيات. قلة الخبرة، طيش الزوج أو الزوجة، عدم نقول احترام الطرف الآخر وآراء الطرف الآخر، ومعاملة الزوج لزوج على أنه هو كأنه أخ أو كأنه صديق. لا، الزوج طبعا له نقول صفات معينة لازم الست تدركها، أن هناك اختلاف طبعا بيكون بالبيئات ما بين الرجل ما بين المرأة، لازم تعرف وتكون مستعدة للزواج، وأنه هالرجل هذا مش مثل أخوي، مش مثل صديقي، مش مثل زميلي بالعمل. يعني احترام يكون واجب. هلأ في كمان شغلة كتير احنا بنركز عليها، أنه لابد من وجود تكافؤ اقتصادي وتكافؤ اجتماعي. وتعد الفئة العمرية من 26 إلى 29 سنة هي الفئة التي احتلت النسبة الأعلى من حالات الطلاق. تتعدد أسباب الطلاق باختلاف الفئات العمرية، إلا أن النسبة في الأردن تبقى الأعلى في الوطن العربي بسبب الأوضاع الاقتصادية واختلاف المفاهيم الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. دام الكردي، قناة الغد، عمان.